هي فعلا المملكة تسابق الزمن عيسى دون شك أبو كرم. أول شيء خلينا نقول أنه تشريف ولي العهد أعطى لهذه المسابقة العالمية أبو كرم لي مثل ما أشرت. هي ثاني أكثر رياضة مشاهدة في العالم بعد كرة القدم. بالتأكيد هي طبعا أبو كرم هي سلسلة من 4 إلى 5 سنوات اهتمام سمو ولي العهد أن يدخل هذه الرياضات الكبيرة جدا والعالمية واللي مثل ما تفضلت فيها أنها جماهيرية بالنسبة إلى مليارات البشر أن تدخل في استضافة المملكة العربية السعودية. فترة وجيزة خلال 4 سنوات كان هناك العديد من الاستضافات، ملاكمة، مصارعة، سيارات رالي، اليوم في تتويج نعم في هذه المسابقة الكبيرة. أبو كرم ليست فقط أنه هي رياضية، أنا أعتبره أنه ثقة إعلانية دعائية. هلأ أنا أشوف بي بي سي، سي إن إن، كل القنوات عم بتغطي. وخلينا نكون واقعين، هي أيضا في الجانب السياحي وفي الجانب نعم. أيضا الاقتصادي. يعني اليوم يكفي أبو كرم اليوم في مدينة جدة 95% شغل الفنادق، المطاعم صحيح. بالنسبة للأجانب اللي جاءوا لمشاهدة هذا السباق، يعني خلينا فرصة أيضا تعريفية إلى البلد صحيح. لهؤلاء الأجانب، وبالتالي هي نعم رياضة ولكن أيضا فيها جانب اقتصادي وسياحي. مبروك للمملكة العربية السعودية تنظيم هذا، ومصطفى مش غريبة على المملكة أن تنظم بطولات عالمية وبهذا السرعة وبهذا المستوى العالي جدا. وفعلا يعني حضور ولي العهد كفاية بروحه أن تعطي رونق كبير صحيح. جدا لهذه البطولة. مصطفى لو تتذكر يعني في الماضي كنا نشوف هذه السباقات على شاشات التلفزيون صحيح. اليوم لما يكون دولة خليجية وتنظم البطولة بهذا التميز معناته أن احنا الحمد لله وصلنا للعالمية صح. بكل أطرافها. فمبروك للمملكة، نحن نبارك لنفسنا أن عندنا دولة خليجية تنظم بهذا التنظيم الممتاز. طيب.